صور عادات ربما ستفيدون لنا بها من خلال حديثكم عمي محمد. بهذا الظرف بهذا الظرف مع كل منا الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين المجاهدة صريحة جفال والمجاهد لقد أدركت المرأة الجزائرية عبر تاريخها الطويل قداسة دورها في الحياة، فكانت مضرب المثل في الالتزام والبطولة من أجل الدفاع عن قيم وأخلاق مجتمعها، ومثلت أنموذجا مشرفا في النضال والتضحية بكل غال ونفيس في سبيل رفعة الوطن وسيادته، فكانت بذلك الإسمنت الذي حافظ على تماسك المجتمع في زمن الاستدمار، ووقفت بكل عزم وحزم في مواجهة كل محاولات المساس بهوية الأمة الجزائرية. المرأة الجزائرية بكل مهامها بنجاح واقتدار، فهي سيدة في البيت ومربية للأجيال وحامية للأخلاق والقيم، وهي ممولة للمجاهدين في الجبال وملجئ للفدائيين في المدن. من الولايات التاريخية الثالثة درت الجهاد تاعي تماك، وبنت شهيد يعني من أسرة ثورية كامل. هنا التكريم تاع اليوم عجبني، وعلاه عجبني؟ باسكو مسو جميع الجوانب، ما بقاش فينا المجاهدات، لازم تواصل الأجيال، ما تبقاش حنا فينا المجاهدين، عشناها ومازلنا نعيشوها ونسلموها لولادنا ولاد الجيل الأجيال الجديدة.